السلام عليكم، شو اخبارك البنات؟ ان شاء الله تكونوا بخير. راح اتم اشرح واشرح 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 لين احس انه يعني خلاص اوكي، لان الدرس جدا طويل. يلا ركزوا معي، بسم الله، ان شاء الله اقدر اشرح لكم كل شيء. قلنا اول شيء اغير لون، اختار لون حلو مثلا لون البنات. اوكي، healthy diet and nutritional requirement during pregnancy، النظام الغذائي الصحي والمتطلبات الغذائية أثناء الحمل. healthy diet during pregnancy. during pregnancy there are many different nutritional requirements for the mother and for the developing baby. أثناء الحمل during pregnancy there are many different nutritional، هناك العديد من المتطلبات الغذائية nutritional requirement تمام مختلفة for the mothers and for the developing baby. المختلفة للأم والجنين، يعني قلنا هنا أثناء الحمل إن المتطلبات الغذائية للجنين والمرأة تختلف. هني حطيت خط عشان أعرف أنا وين أصلا. تمام. She should eat a healthy balanced diet containing food from each of the main food groups to get of all of the nutrients that she needs during each trimester. يقول لي هني إن لازم نتبع نظام غذائي صحي متوازن. سو هاي الجملة كلها لازم تتبع نظام غذائي صحي متوازن. containing يحتوي على أطعمة food from each of the main food group، يحتوي على أطعمة من كل مجموعة من المجموعات to get all of the nutrients that eat that need that need during that trimester. أن من مجموعة من المجموعات، إنه يحتوي على أطعمة من كل مجموعة من المجموعات الغذائية الرئيسية للحصول على جميع العناصر الغذائية خلال كل 3 أشهر. This is also important for the healthy growth and development of the fetus. وهذا مهم أيضا للنمو الصحي للجنين وتطوره. تمام. Energy calories need. أول شيء عندي هني الطاقة، تمام، أو السعرات اللي إحنا نحتاجها. أوكي. energy need احتياجات الطاقة، يعني اللي هي السعرات الحرارية. energy need increase during pregnancy، زيادة احتياجات الطاقة أثناء الحمل. أنا أحتاج طاقة، energy need increase، أحتاج أزيدها أثناء الحمل. أوكي. this means that the pregnant woman must consume some extra food. هذا يجب أن يعني تستهلك المرأة الحامل consume معنى تستهلك. أوكي. some extra food، تستهلك طعام أكثر. أوكي. from each of the food group، من كل المجموعات الغذائية لازم تستهلك أكثر، تأكل أكثر. ليش؟ to get more calories، عشان تأخذ سعرات حرارية أكثر. generally بشكل عام a pregnant woman will need to increase her calories intake by، أن المرأة الحامل لازم تؤدي إلى زيادة استهلاك السعرات الحرارية تمام بمقدار 360 كالوريز خلال during شو؟ متى هاي تزيدها؟ خلال السكند تريمسترز تريمستر. اوكي، خلال فترة الحمل الثاني 3 شهور الثانية and by 475 كالوريز in the third trimester. so في السكند تريمستر تمام 360 كالوريز، الثيرد المرحلة الثالثة تمام 475 كالوريز. هنا عندي nutritional nutrient. تمام. nutritional nutrient اللي هي شو؟ المغذيات تمام، اللي هي عبارة عن vegetables اللي هي الفواكه الفروت لا vegetables خضروات فروت فواكه سوري الفاتس دهون الواتر ماي سيريال اند دير برودكت تمام ميلك اند دايري فود حليب ومشتقاته ميت ايج اند ليكمز. الميت اللي هو اللحم والايج البيض والليكمز. بنات اعطوني دقيقة. هاي لحوم يعني. تمام، خلونا نكمل. هني الفاردر انفورميشن،
يقولنا أن United Arab Emirates has chosen the Burj Khalifa to represent the food based dietary guideline for the country. تمام. It is divided into six food groups plus water. Each one is يعني يقول له هني أن اختارت دولة الإمارات برج خليفة لتمثيل الطعام، أوكي، المبادئ التوجيهية الغذائية على بادئة على قائمة البلد. It is divided into six food groups، تتقسم إلى ست مجموعات غذائية بالإضافة للماء plus water إضافة للماء. Each one is represented by different section of the برج خليفة، إنه يقول لي ممتثلة بقسم مختلف من برج خليفة. تمام. مظلل highlighted مظلل in a different color بألوان مختلفة. The food group include cereal المجموعات الغذائية تتضمن الحبوب and their products ومنتجاتها vegetables خضروات milk milk يعني حليب dairy food اللي هي منتجات الألبان والfruits فواكه والميت لحم والإيج يعني بيض والليجمز اللي هي لقمز بقوليات. انا قلت لكم هني لقمز لحوم لقمز بقوليات اوكي سوري. and fats دهون. the blue bus of برج خليفه represent the seventh group which is water والزرقاء لبرج خليفه هي المجموعه القاعده وتمثل القاعده الزرقاء لبرج خليفه المجموعه السابعه وهي المياه. تمام. هاي معلومات يعني further information انا ما اعرف اذا بيقول لكم منها بس انا ما اشوف انها فيها شيء مهم بس يلا هني يقول لي ان recommended food during pregnancy طعام موصى فيه اثناء الحمل. the recommendations for a woman during pregnancy تمام are not very different than for those who are not pregnant. ان التغذيات الخاصه بالمراه اثناء الحمل تمام ما تختلف وايد بالنسبة يعني التوصيات الغذائية اللي يوصلها للناس الغير حامل. However, it's important that pregnant women consume certain nutrients during pregnancy. تمام. ومع ذلك إن تستهلك المرأة الحامل بعض العناصر الغذائية أثناء الحمل. Eating a wide range of food will ensure that a pregnant woman gets all of the nutrients she requires. أن تتضمن تناول مجموعة كبيرة من الأطعمة حصول المرأة الحامل على جميع العناصر الغذائية اللي تحتاجها. يعني يوم الحمل حامل تاكل وايد خلاص يعني كل شيء تبغاه يكون متوفر بس تاكل بعقل يعني مو تاكل حلويات وايد تمتر نقول لا غلط سكيب. المهم فوت والفيجيتابلز تمام. فوت and vegetables هي فواكه وخضروات are important part of everyone's diet. هي جزء مهم من النظام الغذائي للجميع. as they contain lots of vitamins. لا تحتوي على كثير من الفيتامينات and minerals والمعادن. they are also الخضروات والفواكه فيها فيتامينات ومينرالز. also a good source of true fiber. هي مصدر جيد للألياف. pregnant women should aim to eat at least 5 fruits and vegetables every day. الحرم الحامل لازم تاكل يوميا 5 فواكه و5 خضروات على الأقل. There are lots of راح أقرأ بسرعة عشان الدرس طويل ما نخلص أوكي. There are lots of way you can include fruit and vegetables in your diet. وهناك العديد من الطرق اللي يمكن من خلالها أني أتضمن الفواكه والخضار في نظام غذائي. It is doesn't matter تمام. وهذا لا يهم if they are raw or cooked. وهذا مش مهمة إذا يعني كانت نية أو مطبوخة. eaten on their own or as a part of meal. ممكن أنتم تأكلونها بروحها أو ممكن تأكلونها في وجبة. they can be added to breakfast cereal eating with yogurt. ممكن إن شو تسوي كيف تأكل الفواكه والخضروات إن أحطها في البريكفاست الفطور وأحطها مثلاً يعني أضيفه إلى حبوب الإفطار مثلاً مع الشوفان أحط موز عرفتوا eating with yogurt أو أكلها مع روب أوكي. added to main meals أو أضيفه للوجبات الرئيسية مثلاً
شربت مثلا خضار، دجاج مع خضار مشوية اوكي، او مكبوس واحط فيه بطاطس وجزر هالسوالف اوكي. جايز لا تسألوني قدمت الامتحانات ولا، انا ما اعرف شي ترى. eaten as a snack between meals، اكل يعني كلها سناك بين الوجبات، مثلا على العصر اكل فراولة وموز تفاح برتقال. include in سلطة، اسوي سلطة. include in something ان سموثيز اند جوس، احطها في العصاير. سموثيز اللي هي اللي تكون نفس مثلا الساي والسوالف والعصاير. يوز تو ميك سوبس، واسوي في او ممكن اني اسوي فيها شو شربات. هاي الطرق كيف تاكلون الخضروات والفواكه يا بنات. سيريالز اند ذير برودكت، الحبوب ومنتجاتها تمام. اللي يقول لي هنا ان السيريال اند ذير برودكت ار وان اوف ذا مين فود جروبس، ان هي وحده من المجموعات الغذائيه الرئيسيه. ذير ار امبورتنت فور ايفري وان، وهي مهمه للجميع. انكلودينج بريجننتي وومن، تتضمن بعد النساء الحوامل. فود لايك جرينز اللي هي الحبوب، والسيريال اللي هي الحبوب، والبرد اللي هو الخبز، والبوتيتوز اللي هو البطاطا، والرايس الارز، والكراكرز اللي هي البسكوت، and باستا اللي هو الباستا يعني مكرونة. make up this food group، هاي تسوي هاي تشكل هالمجموعة الغذائية. اوكي this food are good source for carbohydrate، وهي مصدر جيد للكربوهيدرات. اذا احنا بالكربوهيدرات شو نسوي؟ ناكل يعني الحبوب، السيريال and their products، الحبوب ومنتجاتها. هذه هي سيريال حبوب، وبرد خبز، بوتيتو بطاط، ورايس اللي هو العيش، والكراكرز البسكوتات، والباستا اللي هي المعكرونة. هاي كلها تشكل هاي المجموعة الغذائية، وهي مصدر جيد للكربوهيدرات، يعني أصلا هاي اللي يعتبرون كربوهيدرات. أوكي بقولكم معلومة من عندي، لما حد يجي هبوط سكر درسته في السمستر الأول والفصل الأول يعني حط له كربوهيدرات. ليش؟ لأن الكربوهيدرات لما إيه ينهضم في الجسم ينهضم بالجلوكوز، والجلوكوز هو نوع من السكر عرفتوا؟ هو سكر يعني. كربوهيدرات can be broken into categories simple carbohydrate and complex carbohydrate. اوكي انا يقول لي ان الكربوهيدرات ممكن انه ينهضم لفئتين، كربوهيدرات العادي او كربوهيدرات كومبلكس يعني ما اعرف. دقيقة، في كربوهيدرات معقد وفي كربوهيدرات مبسط عرفتوا. The pregnant women should aim to eat between 5 and 8 serving of cereal in their products every day. ان المرأة الحامل لازم تحط لها هدف في اليوم انها تتناول ما بين 5 إلى 8 حصص من الحبوب ومنتجاتها يوميا تمام. In the form of complex carbohydrate، وطبعا على شكل كربوهيدرات معقد. كومبلكس كربوهيدرات كان فاود، ممكن ان الاقي هالكومبلكس كربوهيدرات وين؟ ان والجرين بريد اند سيريالز، ان في الخبز والحبوب الكاملة عرفتوا. يعني كربوهيدرات مع كومبلكس يعني مثلا يعني عينة خبز وهالسوالف. الكربوهيدرات العادي اعتقد اللي هو يكون العيش عرفتوا، او لا أو ممكن البوتيتو عرفتوا. الكومبلكس يعني يكون شيء نفس كأنه مركب، يعني شيء متبع، يعني شيء يكمل شيء، فاهمين علي؟ لما تكون مثلا جملة أحط لها كومبلكس سنتنس عرفتوا، هي نفس الشيء يعني خبز عينة يعني فيها شجيع فهمتوا. هنا عندي cereal and their products can be included in the diet in many ways، أنها تتضمن الحبوب منتجاتها في النظام الغذائي في العديد. يمكن تناول الحبوب الكاملة مع الأفطار تمام in many ways. أوكي ان اضمن حبوب ومنتجاتها في النظام الغذائي يعني شوف عديد من يعني هاي الطرق اني اضم اكل حبوب وين. والجرين سيريال كان بي ايتن فور بريكفاست، ممكن اتناول الحبوب الكاملة على الافطار. تشوز مور والجرين رايس اند باستا باست ميل، ممكن اختار المزيد من الارز المصنوع من الحبوب الكاملة والوجبات اللي تعتمد على المعكرونة تمام. اختارها شو كوجبة مثلا باست مين يعني عرفتوا، يعني كوجبة كاملة اوكي.
choose more potato and potato pastes. ممكن اختار المزيد من اطباق البطاطس والجرين كراكرز كراكرز can be eaten as a healthy scan. ممكن انها تأكل بسكوت الحبوب الكاملة كوجبة خفيفة صحية. يعني يقول لكم كيف تأكلوا الحبوب هاي بعد تحفظونها. الله يعينكم صراحة. ميلك اند دايري برودكتس. عندي هني الحليب. تمام. ميلك اند دايري برودكتس ار امبورتنت بارت اوف بريجننت وومن دايت. انا يقول لي هني الحليب ومنتجات الالبان جزء مهم من النظام الغذائي للمرأة. Food provide pregnant women and the fetus with the calcium need for a healthy development of bone. وان تثبت هاي الأطعمة المرأة الحاملة والجنين بالكالسيوم اللازم للنمو الصحي للعظام. دقيقة خلني اشرح لكم اياها. اول شيء لازم تعرفون ان دقيقة بنات اعطوني. اوكي رجعت. ميلك والدايري برودكتس هي فيري امبورتنت. هاي جزء مهم وايد للمرأة الحاملة. اوكي. Food provide pregnant women and fetus with calcium needed for healthy. ان هاي الأطعمة تمد المرأة الحاملة والجنين بالكالسيوم. طيب الكالسيوم needed for what? For healthy development of bone. عشان يتنمو العظام بطريقة صحية صحيحة. Food containing calcium also help the fetus grow healthy hair. ان الفود اللي تتضمن على الكالسيوم تخلي القلب ينمو بالشكل السليم وايضا الاعصاب والعضلات. اوكي. النيرفس والمسلز. Pregnant women should aim to eat 3 serving of dairy product every day. ان لازم هني تاكل هني شوفوا من كم لكم. تمام. البريجننت وومن لازم تاكل تحط لها هدف من 3 حصص من منتجات الالبان كل يوم. ولازم ويوصون فيها ان تاخذ اللوفات قليله الدسم. اوكي. دايري برودكتس ريكومنديتد اوفر ذا فول فات فيجن. تمام. ان يوصى منتجات الالبان قليله الدسم توصون فيها أكثر ويعني هي أفضل من شو الأنواع كاملة الدسم. A pregnant woman can choose non-dairy alternatives to milk such as soy. أن المرأة الحامل تختار بدائل الحليب غير الألبان. ممكن أنها شو تختار الصويا. تمام. الرايس or almond milk. تمام. So the pregnant woman can choose non-dairy اللي هي غير منتجات الألبان تعوض بدالها الصويا والرايس الأرز والموند اللوز حليب اللوز يعني. تمام. That as long as this contain added calcium لأنها شو تحتوي على الكالسيوم المضاف. Milk and dairy product can be included in the diet in many way they can be. يقول لي هني ان الحليب منتجات الالبان في النظام الغذائي كيف انا اضيفهم الى يومي. Added to breakfast cereal يعني اضيفها في الحبوب مثل مع الافطار مع كورن فليكس. مثلا احط فواكه وحليب وكورن فليكس. عرفتوا. Using in cooking استعمله في الطبخ. Eating as a snack ممكن اشرب حليب كسناك. او مثلا انا وحده من الناس ما احب الكوفي الصراحه فاشربها بالعصريه. بس انا مش هذا يعني. لا لا تفكروا غلط. بس يعني انا اقول ممكن تاخذونه كسناك تروقون عليه بدل. اوكي. Add to fresh fruit as a healthy breakfast snack option. احط فواكه طازجه كوجبه افطار صحيه او خيار وجبه خفيفه. لا اوكي. ايوه صح. ان مثلا الفاكهه الطازجه كوجبه افطار صحيه خفيفه او وجبه خفيفه يعني فاهمين. او سناكات وكذي. هني قلنا لها سناك وهني يعني healthy breakfast او snack option نفس الشيء يعني. Added into sandwich and salad ممكن احطها في الساندويتش او السلطه ساندويتش جبن هالسوالف. طيب meat egg legumes لحم بيض بقوليات. This food are important for pregnant women and for fetus during pregnancy. هالأكل طبعا
نعيد ونزيد هالأكل. الأكل كله مهم يا بنات، تمام؟ ركزوا. أوكي، للمرأة والجنين. Food from this group include meat. الأكل من هاي المجموعة تتضمن شو؟ الميت، بولتري دواجن، ميت اللي اللحوم، بولتري اللي الدواجن، فيش أسماك، بوليسز أند إكس، بقوليات والبيض. Some of these options are meat sources. هاي الخيارات هي مصادر اللحوم، أوكي؟ و and other are non-meat source، وممكن بعضها تكون هي ما تكون لحوم، مثلا السمك وهالسوالف ودياي وكذي ولحم. Both sort تمام give the mother and fetus the protein and iron. هاي اللي يعني المصدرين يعطون المرأة بروتين والايرون، بروتينات وحديد، تمام؟ سو ممكن انه يكون المصدر يكون ميت لحوم، مثل شو؟ الفش والميت والبولتري اللي هو اللحم، سمك ودياي، اوكي. وممكن انه يكون غير نبات، غير ما يكون لحم، مثل شو؟ الاكس، هذا بروتين بعد. الله يعينكم يا بنات. It is quite common for women to develop an iron deficiency in pregnancy. من الشائع انها تصيب النساء بنقص الحديد اثناء الحمل، تمام؟ ديفنسي يعني اني بقدر انتي. شوفوا كيف عدولكم اياه، راح تيها الكلمة في الامتحان، راح تتذكروني. So they should eat plenty of food from the food group to contain iron. So يقولكم لازم ياكلون كثير من الاطعمة من هاي المجموعة الغذائية اللي تحتوي على الحديد، تمام؟ It is found red meat. ونلاقي الحديد، الايرون، وين نلاقي الحديد؟ في red meat، اللحوم الحمراء، والناتس، المكسرات، والايج اند بوليسز اللي هي شو؟ والبقوليات. سو الحديد نلقاه هني، تمام؟ The pregnant woman should aim to eat 2 to 3 serving from this food group every day. واو، يعني ان الناس اوكي لازم تاكل من حصتين الى 3 حصص من هاي المجموعة كل يوم، اوكي؟ ولازم should follow the step below include food from the meat. ولازم تتبع الخطوات التالية تتضمن أطعمة مجموعة أطعمة تتبع هاي should follow the step below include food from the meat. الأطعمة لازم تحتوي يعني 3 وجبات من وجبتين من حصتين لثلاث حصص. شو تتضمن؟ الميت، لحم، والإيج، البيض، والليكمز، البقوليات، أوكي؟ في الوجبات. طيب كيف انا اضمنهم؟ regularly include meat and non-meat food in the diet. تضمين اللحوم والأطعمة الغير يعني ما يكون فيها اللحم بانتظام في النظام الغذائي، تمام؟ when having red meat term of خليني اشرح لكم هاي، يعني اوازن بين مثلا ما اكل لحم ومعاه بيض، يعني اقول لا او ان هذا غير يعني، لا لا لا، اوازن يعني، اوازن يعني نفس كأن الشيء لو زاد عن حده يقلب ضده، اوكي؟ ريجولاري يسوي انظم، اوكي؟ انظم اللحوم والاطعمه غير اللحوم في انتظام في الغذاء، مو اروح اكل كل يوم لحم، لا، نوع، اوكي؟ when having red meat term of the fat before cooking. لما يكون في مثلا عندي لحم احمر، لحم اوكي عادي، شو اسوي؟ اشيل الدهون منها، اوكي؟ قبل الطبخ. Try to grill or pack meat instead of frying. حاولوا تشوون اللحم بدال ما تقلونه مثلا، تمام؟ Try to have more fresh meat and fish. خذوا فرش لحوم فرش طازجة أو أسماك طازجة، تمام؟ Make sure all meat and all meat products are cooked through to kill any bacteria. لازم تكون يعني مطبوخة عدل علشان تسوي تموت لي البكتيريا، تمام بنات؟ الصراحة الدروس وايد طويلة، أنا بشرحها في فيديو ثاني، تمام؟ يلا مع السلامة.